لكن في هذا الحفل أيضا انتشر مقطع فيديو وثق رد فعل الفنانة خديجة معاد واللي كانت من جمهور الحفل ويوم أمس أثناء إشادة الفنانة أحلام بصوتها أمام الجمهور. خلينا نشوف مقطع الفيديو. حسيت أن في صوتها شيء مختلف، عندها بحة سعودية وعندها عرب يمانية. حبيت أنكم بعد تدعمونها وتكون معايا في عمل مشترك. هذا العمل اليوم كل حد يعرف حبيبتي خديجة. شكرا. جميل هذا الدعم، يعني فنانة خديجة معاذ غنية عن التعريف عندنا في السعودية، أكيد لها جماهيرها، ولكن ظهورها على المسرح مع أحلام كان حاجة مرة كبيرة. يمكن أنا شفت كمان بعض الفيديوهات لما ظهرت خديجة كانت على استحياء، يعني ما كانت حابة تدخل لين أحلام مشيت لعندها ومسكتها وجابتها لعندها. يعني صراحة حفلة رائعة، وسمعت كمان في هدايا توزعت على الناس وعلى الحضور، ما شاء الله، عطورات وشوكليت.